اذا هاي السيستم الجديد، هاي عندي هذه البلانت من هون، وهي عندي الكنترولر، عملنا الليد كومبنسيتر، حطينا هون الجين 27 حسب الحسابات اللي احنا عملناها من هناك. المفروض الان احنا نقدر نعمل رن نشوف البرفورمانس تبع السيستم. في عندنا شغلتين لازم يتحقق، ولازم يتحقق عندي اوفر شوت ما يزيد عن 16%، ولازم يتحقق عندي رايز تايم مقداره 200 ملي سكند. هيك كان اليوزر ريكويرمنت. انا عامل رن فتره طويله لانه كان هو على الستيدي ستيت ايرور، فكنت بطلع على الستيدي ستيت ايرور. ممكن ننزل هلا القيمه، خليني اعملها 20 هون اشوف شو بيطلع معي. كان في بس جيم كان كثير سريع، انا ما ادري صار شوي بخيص ولا ايش. بدي اصغر هذا، خليني هلا اعمل زوم. راح اعمل زوم على الاكس اكسس، نعمل زوم المنطقه هاي. اوكي نعمل زوم من هون. اوكي خلينا نعمل زوم كمان. اوكي هيك تقريبا واضح عندي هذا. خلينا نشوف هلا، في عندي شويه خطا في الرايز تايم، مظبوط؟ شويه الرايز تايم احنا متجاوزين ال 200 ملي سكند. يعني هي عندي هون هي واحد، هي 1.2. لو الرايز تايم فعلا 200 ملي سكند، وين لازم يكون التقاطع؟ هون. احنا زايدين عنه شوي، فيمكن يكون هذا السبب انا زدت شوي الجين، ما بعرف ايش يمكن يكون هذا. خلينا نشوف اول شيء الاوفر شوت، هل الاوفر شوت عم بحقق؟ وحتى الاوفر شوت اقل كانه من القيمه اللي بدنا اياها، مظبوط؟ هو بده اقل من 16. الاوفر شوت 8% بس، اقل بكثير. ليش اقل بكثير هيك طلع معنا؟ طيب خلينا نزيد شوي، راح ازيد شوي الجين. يمكن احنا بالحسابات هناك على اللوح في عندنا خطا في هذا، خلينا نشوف. يمكن يكون عشان هيك زايدين احنا 32. هلا نشوف 32 قديش بصير. نعمل رن. تبي اصلا معادلات استخدمناها، مش هي معادلات تقريبيه تبعت الرايس تايم والاوفر شوت اشتقاقها، مش كانت ما كانت لا اكزاكت اكزاكت. وفيش عندي بولز ثانيه، انا كان لو عندي بول ثالث ورابع بقول لك في هذا، بس هم تو بولز. هلا ممكن يكون لما طلعنا احنا مكان البول الجديد او الجين خطانا شوي بالحسابات، ممكن يكون هذا السبب. هلا بنشوف. هلا عندي هون خلينا نشوف الاوفر شوت. هلا الاوفر شوت زاد والرايس تايم نزل، فمعناها يمكن في خطا عندنا يا بحساب البول او بحساب الجين، خطا بسيط. لان هلا لو طلعنا هون مثلا، خليني اعمل اول شيء زوم اوت. اوكي هاي تقريبا بدا يقترب من القيمه. هلا لو بدنا عملنا هون زوم على هاي القيمه، تقريبا هون 12%، والرايس تايم صار اقل من القيمه المطلوبه، مظبوط؟ لاحظوا الرايس تايم قديش صار هلا؟ الرايس تايم اقل شوي من 200 ملي سكند، فهذا حقق الشرطين اللي احنا بدنا اياهم. اوكي ماشي واضح؟ هاي الرايس تايم اقل والاوفر شوت اقل من القيمه المطلوبه، حققنا الشرط اللي احنا بدنا اياه. الاحتمال احنا ابعد شوي عن سي، ما وقفنا عند سي، وقفنا ابعد شوي عن سي.